free throws. I can't jump high, but I hear all the... الدراسة الأولية أكدت أن في أراضي في الخيار حول البحيرة تكفي لإسكان المناصر كلهم. نحن نحيي كل من ساهم ووقف معنا وساعدنا في بناء هذا الصرح. بقى خزان قايم ونحن ما نرحلين. تم تهجيرنا للمنطقة أصلا ما كانت مؤهلة للمهجرين أساسا. المحصلة النهائية للمشروع. تم إغلاق بوابة السد. المرة تنزل كراعة من عن قريبة تنزلها في الموية. أطفالنا ديل خايدين مغامرات يوميا عشان يصلوا للمدارس. أما رحلت البلد كلها نحن ما حنرحل. اعتصموا اليومية أكثر من 100 يوم. الإنسان اللي هنا أنت لأنه إنسان مضغوط